الدكتور عبد الكريم ناعم، يجب أن نستفيد من تطور الفرق الآسيوية في هذا المونديال. نحن شاهدنا يمكن الدور الأول تقريبا 128 هدف ب 42 مباراة. أنا أعتقد وزادت البارحة غلة الأهداف، وصلت إلى 130 هدف، وهي نسبة عالية كدور أول في كأس العالم، أول مرة تحصل. تواجد الفرق الآسيوية والله هذا التطور، يعني ما النتائج اللي حدثت ما جت من فراغ، اكيد هناك تطور، هناك عمل صحيح، هناك استراتيجيات وضعت، وبالتالي يعني الفوارق بين الفرق قد بدت، هذا يعني شاهدنا بدات تقل. شاهدنا البارحه المنتخب الاسترالي كان قاب قوسين او ادنى من التعادل، ممكن كان يخطف المباراه بفرصتين سهله رغم انه تفوق الفريق الارجنتيني، وهذا هي حلاوه كره القدم، انه عندما تكون عندك ثقه بنفسك وتعمل بصوره جيده وتجتهد ممكن تحقق نتائج ايجابيه. انا اعتقد يعني نتائج كلها غير متوقعه، اكو فرق يعني راح يكون لها حضور مستقبلي على الخارطه الدوليه بكره القدم. وفي ذات السياق، الكابتن احمد عبد الجبار يتمنى حصول ميسي على لقب كاس العالم. المباريات صارت فيها قيمه فنيه عاليه بصراحه، يعني حتى مو بس اللاعبين يستفادون، يعني احنا كمدربين ايضا نستفاد من بعض الامور الفنيه التكتيكيه اللي يقوم بها المدربين. شفنا الالتزام بالجانب الدفاعي خصوصا فرق شرق اسيا كوريا واليابان، بصراحه تنظيم عالي، يعني لياقه بدنيه عاليه، المسافات نشوف كل ما تتطور كرة القدم المسافات بين آخر لاعب وأول لاعب يمكن ما تزيد عن 20-25 بعض الأحيان متر. أني من تصير مدرب أنت تقوم بصراحة يعني هاي التعصب والهاي يختفي من عندك، لكن أنا أميل بصراحة أنه أريد الأرجنتين لأنه ميسي يستاهل ياخذ كأس العالم. عندهم هاي الروح القتالية والدافعية، ممكن مع وجود ميسي ممكن انه مستواهم يكون تدريجي نحو الصعود، فرق قوية لكن ممكن يعني كل شيء كرة القدم جائز.